طب ده على الجانب يعني المعاناة على الجانب الباسبور والجانب النفسي شوية. عايزين نخش فنيات شويه وتقول لي، اكيد لعبت مباريات كتيره جدا صعبه، لكن في حاجه في مباراه معينه تفتكرها ان كانت فعلا، خلينا نتكلم الاول قبل الصعب نتكلم، المباراه اللي قالت جماهير النادي الاهلي احنا لا احنا عندنا صفقه مميزه جدا اسمها رمزي صالح. يمكن يعني انا كنت محظوظ ان انا بديت تدريجي مع الفريق. كابتن ناجي اول ما جيت قال لي بص احنا عندنا سيستم، اللي فنش الموسم هو اللي هيبدا، انت مش هتلعب على طول لانه عندنا سيستم. كان امير واحد واثنين وثلاثة انا قعدت احتياط يمكن ست شهور لغايه كاس العالم الانديه رجعنا، كان في ماتش بتروجيت، كان عندنا ماتش الاسماعيلي بعدها. كابتن ناجي كلمني في التليفون قال لي انت هتلعب الماتش الجاي، ماتش الاسماعيلي قبلها باسبوع، قال لي بس الكلام ده بيني وبينك، ده من الاهلي والاسماعيلي ماتشات تقيله يعني. كان في استاد القاهره. طبعا قعدت اتمرن وما فيش حد يعرف حاجه عن الموضوع ده خالص، وحتى يمكن التمرين اللي قبل الماتش على طول بنعمل تقسيمه صغيره على نص ملعب خمسة خمسة عاده الجون الاساسي ما بيلعبش. ده حقيقي انا لعبت مظبوط، انا لعبت عادي كان انا ما فيش حد شاكك 1% ان انا هلعب يعني. انا احترمت طبعا الكلام اللي كان قالوا لي الجهاز الفني. كابتن احمد ليه رؤيه ثانيه يعني. طبعا بس كان بركات معايا في الاوضه طبعا، يجي يقول لي اقول له عايز انام يقول لي هتنام بدري ليه وانت طبعا بركات ده غريب بصراحه. بسم الله ما شاء الله بيسهر، لكن كان يعني ما مش عايز اقول لك في الملعب بسم الله ما شاء الله يعني. فهو بيصحى الصبح بدري وبيرجع ينام العصر، انا ما بعرفش انام العصر. بيتمرن يعني بيتمرن يرجع يتمرن او فتره الظهر في لعيبه بتاخد ساعتين كده بعد بينام. الظهر بينام، انا ما بعرفش انام الساعتين دول، هو لا بينامهم فهو بالنسبه له عادي. فانت ما بتعرفش تعوض فتعمل ايه بقى؟ فالمهم بالعافيه نمت. فروحنا على المحاضره طبعا، كان على الغداء قبلها مستر مانويل بيهزر معايا، فبركات بيقول هو بيهزر معاك غريبه يعني بيهزر معاك بركات ما بيسيبش حاجه خلي بالك. هو جانب انساني عند مستر مانويل، بس اللي هو يعني ممكن يكون حاسس ان انا عليا ضغط او حاجه بيحاول يخرجني معاك كده حاجه شويه يخرجك بره يفكك يعني بلغه الكوره. لغايه ما جينا في المحاضره قال الاسماء فرمزي بدا، فبركات يبص لي كده وقعد يشتم فيها في المحاضره. انت معاه في نفس الاوضه يعني ما شتمهاش ان انا مش وما قلتلوش. كان استقبال جمهور الاهلي كان حاجه بصراحه حاجه يعني الواحد بيشعر بيها وبدا يفتقدها دلوقتي، لما انت بالذات لما تخلص كوره الموضوع ده بيبقى صعب، بتفتقد بتفضل الاحساس ده بالذات لما تيجي احنا كحراس مرمى تيجي وكان اياميها زمان جماهير وتدخل تسخن استقبال الجمهور عشان انت بتنزل قبلها بنص ساعه فبتاخد كل يعني كان حاجه يعني ترحيب رائعه. وكنت قبلها يمكن ده اول ماتش اساسي في الدوري، بس كنت قبلها كنت لاعب اول ماتش ليا كان الكروم في الكاس وحرس الحدود في كاس مصر، لعبت وسبت انطباع حلو قوي عند الجمهور. ويمكن ماتش الاسماعيلي ده خسرناه 1-0 بس الجمهور كان انا الوحيد اللي نادها عليا بعد الماتش. بعد الماتش وبعدها الماتش بقى اللي علم جامد ماتش بترول اسيوط في اسيوط، كنت عامل كان بترول اسيوط كانوا في الماتش ده يعني بينادوا عليك برضو؟ لا الفرقه كانت عامله ماتش جامد جامد قوي، يمكن كانوا يمكن شايل يمكن حوالي 12 كوره في الماتش ده. فالماتش ده فرق معايا جامد. بعد كده كملت حوالي 21 ماتش مع النادي الاهلي لغايه ما مشي. كان اصعب ماتش بقى اللي هو كان فيه ضغط كبير، انت عارف كنت دايما بقول لجمعه الكلام ده لوائل جمعه كان هو قدامي. فالاهلي كل سنه بيحسم الدوري قبل ما يخلص بخمس ست سبع ماتشات، جه على حظي انا عقربت لي الدنيا عقربت. وصلنا ماتش فاصل مع الاسماعيلي، فاكر اللي كان قبلها كسبنا طلائع الجيش مزبوط. وبعد كده كسبنا الاسماعيلي في الماكس 1-0. فانا الماتشات شغاله كل شويه بقول له يا جمعه وانتوا جايين على حظي انا يعني انا مستغرب في ايه، فاهم؟ كان في سوء توفيق غريب في الفتره دي، والحمد لله لعبنا ماتش فاصل وخدنا الماتش ده كان في الماكس يعني من الماتشات برضو الصعبه، تبقى صعبه اول دوري ليا ليه طعم خاص. واستقبال الجمهور ليا يعني بصراحه كان من اكتر الحاجات اللي عمري ما انساها. كابتن